بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع المحاضرة رقم 24 من محاضرات السي شارب مادة M107. النهاردة بإذن الله هنخصص كل محاضرتنا لحل الموك إكزام. الموك إكزام بيتكون من أكتر من بارت 1 بارت 2 بارت 3، ولكن اهم بارت هنشتغل عليه هو بارت 3. وهسيب لكم الجزء الخاص بالاسئله النظري. سهل جدا انك انت تسيرش على كلمه او ديفينيشن موجوده على الانترنت، وتبدا انك انت يعني تعرف معنى الديفينيشن ده وتحفظه علشان خاطر الاسئله النظري، او على الاقل تفهمه ويعني تكسبريس يور سيلف، تعبر عن نفسك باسلوبك وتبدا انك انت تكتب التعريف من خلال فهمك للكلمات اللي انت قريتها. ده بالنسبه للجزء الخاص بالديفينيشنز. جزء تاني خاص بالتريسنج، وده سهل جدا. اي واحد اشتغل معايا من اول الترم، من اول المحاضره 1 لحد المحاضره 23، اكيد عنده الباك جراوند الكافيه ان هو يعمل تريسنج بنفسه، لان هو درس معايا كل البيزكس، كل الاساسيات الخاصه بالسي شارب، الاف كونديشن، اللوب، وايل وفور وغيرها، الاري، كل الحاجات دي الحمد لله غطيناها مع بعض. محاضرتنا النهارده هنركز فيها على البارت الثالث، بروبلم سولفينج كويستشنز. لو سمحت، السؤال ده معظم الطلاب بيترعبوا منه، بيخافوا منه، لان في كتابه برنامج رايت السي شارب بروجرام، اكتب كود، انا مش عايزك تخاف، ولكن عايزك تقرا السؤال ده مره واتنين وتلاته وتحله مره واحده فقط، لانك لو قريته صح هتقدر انك انت تحله صح ورتب افكارك في الامتحان. رتب افكارك وركز كده علشان السؤال ده عليه 50% من الموك كله، عليه 50 درجه. الموك كله عليه 100 وده عليه 50، نص الدرجه بالتمام والكمال. هنبدأ مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم، نقرأ السؤال ونعرف هو عايز ايه ونبدأ نشتغل. البارت الثالث بيتكون من 3 أسئلة. السؤال الأول وعليه 20 درجة، سهل جدا. بيقول لك write a C sharp program that takes two integers. خلي بالك، ما بيطلبش منك انك انت تكتب القيم، لأ، القيم هتاخدها من اليوزر. يبقى هتكتب برنامج هيطلع برومبت يسأل اليوزر عن أرقام، والأرقام دي انتجر، كام رقم؟ رقمين. From the user and then checks whether the product of two integers are divisible by 7. أنا هاخد من اليوزر رقمين، هروح هضرب الرقمين دول في بعض وأشوف ناتج عملية الضرب ديت، ناتج البرودكت بتاعهم. هل بيقبل القسمة على 7؟ لو الناتج بيقبل القسمة على 7 هقول له فعلا الناتج بيقبل القسمة على 7. طيب ما كانش، هقول له الناتج ما بيقبلش القسمة على 7. البرودكت بتاع التو انتجرز ماله؟ ما بيقبلش القسمة على 7، او بيقبل حسب ما انت هتشتغل. هعمل الكلام ده ازاي؟ هروح افتح البرنامج بتاعي، برنامج الفيجوال ستوديو اكسبريس 2012، وهروح اقول له فايل، وبعد كده هقول له اوبن بروجكت، لاني هبدا افتح بروجكت انا عملته من شويه، لكن بالنسبه لك انت تقدر تقول له عايز نيو بروجكت وتعمل بروجكت جديد وتدرب نفسك على كتابه الكود، ولكن اختصارا للوقت هقول له اوبن بروجكت، واقدر افتح نفس الملفات من خلال الريسنت. تمام، من خلال الجزء الخاص بالريسنت اقدر افتح نفس الملفات. طب انا بالنسبه لي هنا هقول له المفترض فايل، وبعد كده اقول له عايز اوبن بروجكت. هو هنا فتح لي بروجكت بالفعل، لكن هنا هقول له فايل. تمام، واوبن بروجكت، وبعد كده عندي فولدر اسمه موك. تمام، عندي فيه 3 بروجكت، البارت الثالث كويستشن 1، البارت الثالث كويستشن 2، البارت الثالث كويستشن 3. هقول له عايز السؤال الاول، واروح افتح ملف السوليوشن اللي هو فيه كل البروجكتس بتاعتي، او فيه كل الشغل بتاعي والفايلز بتاعتي. هروح افتح السوليوشن واقول له اوبن، هيفتح لي البروجكت بتاعي عادي جدا،
وابدا بقى افهم الفكره جت منين واحده واحده مع بعض. احنا قلنا ان البرنامج عباره عن ان انا بسال اليوزر يكتب لي رقمين، اخد منه الرقمين ابدا اضربهم في بعض واتاكد هل الرقمين دول ضربهم بيقبل الاسم على السبعه ولا لا، البرودكت بتاعهم بيقبل الاسم على السبعه ولا لا. يبقى عادي جدا اروح اعرف متغيرات نمبر 1 ونمبر 2، وهبدا ان انا من خلال الكونسول دوت رايت هقول له انتر ذا فيرست نمبر، ابدا اخد الرقم من خلال الكونسول دوت ريد لاين، هاخد الرقم ولكن هيقراه في صوره سترينج. عادي جدا لازم اروح اكونفيرت علشان اقدر اخزنه كرقم واشتغل بيه كرقم. يبقى هروح اعمل كونفيرت لمين؟ للسطر اللي هيقراه اللي هو عباره عن الرقم، واخزن الناتج بعد عمليه الكونفيرت في نمبر 1. نفس اللي عملته هعمله مع مين؟ مع نمبر 2. عادي جدا، وهبدا اضرب الرقمين في بعض، ده البرودكت بتاعه. انا فهمت كده من السؤال؟ لو حضرتك فهمت حاجه تانية قول لي، احنا برضو بنتعلم مع بعض. انا فهمت ان البرودكت بتاع الرقمين هو المالتيبليكيشن بتاع الرقمين. لو حد عايز يتصل بمنسق الماده ويسأله ايه المقصود بالبرودكت، ما عنديش اي مانع، والكود سهل انك انت تعدل فيه. لكن انا فهمت من البرودكت بتاع الرقمين هو ضربهم في بعض، يبقى نمبر 1 في نمبر 2، واروح الناتج بتاعهم اروح اتأكد هل بيقبل الاسم على السبعة ولا لا، يعني باقي اسمته على السبعة بيساوي يساوي زيرو. لو كان فعلا بيقبل هقول له عادي جدا الكلام ده اهو بيقبل الاسم على السبعة، البرودكت بتاع التو جيفن انتجرز ار ديفايزابل باي 7. طب else خلاص بقى هي هي، ولكن ان في الجمله بدل ما هتقول له ار قول له ار نوت، يبقى ذا برودكت اوف تو جيفن انتجرز ار نوت ديفايزابل باي 7. واوعى تنسى انك انت تثبت الشاشه عندك. يعني ايه؟ هقول له كونسول دوت ريد كي، اروح اشغل البرنامج واديله اي رقمين، وليكن مثلا هديله 7 وبعد كده اديله 9، الفيرست نمبر والسكند نمبر. 7 في 9 طلع فعلا البرودكت بتاعهم بيقبل الاسم على السبعة، تمام؟ اروح اشغل برنامج تاني واديله اي رقمين، اقول له مثلا 5 و7، قال لك ما ينفعش 5 و7 لما اجي اضربهم في بعض ناتج عملية الضرب، لا هو قبل على فكرة، قال لك ار ديفايزابل باي 7. طب تعالى نديله اي رقمين يكونوا مثلا مش هينفع، نقول له مثلا 3 و2، 3 و2 بكام؟ 3 في 2 بكام؟ ب6. هل 6 هتقبل الاسم على السبعة؟ لا، فقال لك ار نوت ديفايزابل باي 7. ده بالنسبه لاول سؤال. نروح على السؤال الثاني. السؤال الثاني ما فيهوش اي حاجه خالص، ولكن في ناس هتتخدع. على فكره لما جيت حليت السؤال ده انا اتخدعت، حليته وبعد لما حليته رحت حليته بطريقه ثانيه. ليه؟ لان انا اعتقدت ان هو عايز يحسب الفوليوم وخلاص. قال لك لا، في كلمه هنا قبل الفوليوم، ميثود، عايزك تكريت ميثود هي اللي تحسب الفوليوم. انا حليت السؤال والسؤال طلع صح ما فيهوش مشكله، ولكن من غير ما استخدم الميثود. رحت عدت تاني الاجابه بتاعتي والحل بتاعي وكريت ميثود، وهشرحها لكم حالا. يبقى لازم نركز، عشان كده في اول المحاضره قلت لك تقرا السؤال مره واتنين وتلاته وعشره وتحل مره واحده فقط. بيقول لك رايت ا سي شارب ابلكيشن تو برومبت ذا يوزر for the radius and height. اعمل برنامج، البرنامج هيسأل اليوزر لو سمحت هات لي الريديوس نص القطر وهات لي الهايت بتاع الكون. انا ولا اعرف الكون ولا اعرف الريديوس ولا اعرف الهايت، وما بحب الشغل الهندسه ده خالص. ولا تزعل نفسك، ولا تزعل نفسك على الاطلاق، المساله اسهل مما تتخيل. هتروح على جوجل وتعمل سيرش على فوليوم، الفوليوم بتاع الكون. جميل جدا، عبات لما يفتح بس كده نبدأ نشتغل. طيب يبقى انت هتسأل اليوزر عن الراديوس وعن الهايت بتاع الكون، يبقى هاخد منه معلومتين. خلي بالك and call method، يبقى لازم اكريت method. اكتب الكلام ده عندك في ورقة كده جنب منك علشان تبقى عارف الخطوات. رقم 1 هسأل اليوزر عن الراديوس وعن الهايت بتاعة الكون. رقم 2 هكول ميثود، يبقى لازم الاول هكرييت ميثود. الميثود دي اسمها فوليوم، الفوليوم ده بيكالكوليت بيحسب وبعد كده بيطلع الفوليوم. يبقى الايه؟ الميثود دي اسمها فوليوم،
بتحسب لي الفوليوم وبتديسبلاي الفوليوم اوف ذا كون. جميل جدا. وعطالك المعادله علشان محدش يقول لي والله انا معرفش احسب الفوليوم بتاع الكون، صح؟ المعادله اهي عباره عن الايه، الايه دي غلط، يا ريت حد بس ايه يبقى ينبه المنسق بتاع الماده. الايه دي معناها اريا، المفترض يكتب هنا فوليوم، لان الايه دي توحي بانها اريا. انا اقدر احسب الاريا للكون واقدر احسب الفوليوم للكون، فبلاش حرف الايه ده، كان الافضل خلاه حرف الفي، يعني من حيث اللوجيك يعني. فهي عباره عن ايه المعادله؟ عباره عن ايه الفورمولا؟ سهله جدا مفيش حاجه، الباي مضروبه في الار سكوير، بعد كده مضروبه في الاتش على 3، والاتش للهايت. يبقى انا لازم اجيب له الار اللي هي الراديوس، ولازم اجيب له الاتش اللي هي الهايت، والباي معروفه، الباي عباره عن 3.14 من 100. فهو هنا قال لك هنت، الباي عباره عن 3.14 من 100. نرتب افكارنا، رقم واحد هطلب من اليوزر يكتب لي الراديوس ويكتب لي الهايت بتاعه الكون، شكرا، ادي كده رقم واحد. رقم اتنين هكريت ميثود اسمها فوليوم، وظيفتها بتعمل حاجتين، بتكالكوليت الفوليوم من خلال المعادله ديت، معادله الفوليوم بتاعه الكون اهي، الفورمولا اهي، جميل جدا. وبعد كده بالديسبلاي الريزلت اللي هو ناتج عمليه الكالكوليشن دي اللي هو الفوليوم نفسه بتاع الكون، ده رقم 3. رقم 4 طبعا اساسي هروح اكول الميثود، وبعد لما اكول الميثود هيطلع لي الناتج على الشاشه. يبقى احنا كده رتبنا خطواتنا، عرفنا ان المعادله عباره عن الباي اللي هي 3.14 من 100 مضروبه في الار سكوير. حد يقول لي طب اجيب السكوير ازاي؟ الار في الار، مش انت اعطيتني الراديوس، اضرب الراديوس في الراديوس، بس كده. مضروبه في الاتش على 3، والاتش ليه الهايت، وانت هتديني الهايت، خلاص كده ما عندكش اي مشاكل على الاطلاق. نروح بقى على جوجل ونقول له انا عايز كده، على جوجل عايز اروح اعمل سيرش على الفوليوم بتاع الكون، اكتب بس كده كلمه فوليوم اوف كون بس. هو ده، او هو ده النظام الجميل جدا اللي احنا هنشتغل عليه. هو ده شكل الكون يا جماعه، لو حد ما عندوش خلفيه عن الكون. الكون عباره عن، شايفين الدايره ديت، شايفين الدايره بتاعت الشكل المخروطي ده، تمام، ليها نص قطر اللي هو الراديوس، والشكل المخروطي نفسه ليه هايت، ليه ارتفاع. فانا لو اعطيتك الراديوس واعطيتك الهايت من خلال المعادله دي اقدر احسب الفوليوم. هقول له والله انا هدي لك نص القطر بخمسه، وهدي لك نص، وهدي لك الهايت بكام، وهدي لك الهايت مثلا بسبعه. اعطيته الراديوس نص القطر بخمسه، واعطيته الهايت بسبعه، راح اشتغل واعطاني الناتج 183.26. خزن النتيجه دي عندك، تمام، 183 بوينت كام، 26. يلا بينا بقى نشتغل ونبدا نعرف الدنيا ماشيه ازاي. هقول له فايل، واقول له اوبن بروجكت، وهروح على الموك، الفولدر اللي اسمه موك، وهبعته لكم ان شاء الله، وهلاقي فيه الايه الابلكيشن اللي اسمه بارت 3 كويستشن 2. هروح افتح السوليوشن واقول له اوبن. المساله اسهل مما تتخيل، ما فيهاش اي صعوبه على الاطلاق. انا لازم افكر تفكير مهم جدا. ايه هو التفكير ده؟ ان انا محتاج ميثود، انت كاتب عندك في الورقه اللي قدام منك ان انا محتاج ميثود اسمها فوليوم. فهقول له public static double volume. ليه public؟ انت عارف عشان الميثود اقدر ان انا اناديها من اي مكان، فبخليها public. static علشان انا مش محتاج ان انا اكريت object من الكلاس اللي موجودة فيه علشان اروح اعمل لها call، مش محتاج ان انا اكريت object من الكلاس اللي هي موجودة فيه علشان اقدر اعمل لها call او اعمل لها invoke. double ده الريتيرن بتاعها، لانها تعمل calculation، هتروح تعمل مجموعة عمليات حسابية، وبعد كده تطلع لي الفوليوم، والفوليوم هيكون دبل، لأن في ضرب وقسمة وحاجات كتيرة، ففي الغالب هيكون دبل، ما ينفعش أخليه قيمة انتجر، لأني هشيل الكسور، يبقى أنا هضيع الكسر. خلي بالكم 183.26 لو أنا كنت اشتغلت بقيم انتجر ما كانش هيطلع لي القيمة الكسرية 26 ديت، 0.26. فعشان كده أنا أشتغل بإيه؟ بقيمة دبل. حلو قوي. يبقى في النهاية هريترن مين؟ هريترن الفوليوم اللي هو عبارة عن دبل. اسم الميثود ايه؟ هو اعطاني اسمها، ما تخترعش،
ما تقوليش اسم تاني علشان ما تنقصش، زي ما هو طلب منك اعمل، علشان في واحد من زميلكم النهارده قال لي انا كان مطلوب مني في الداتابيز اعمل كذا ورحت انا ضفت كذا. لا ما ينفعش، زي ما هو طلب منك لو سمحت. طيب هو الفوليوم علشان احسبه محتاج ايه؟ ايه المجاهيل اللي عندي؟ المعلومات المجهولة، حاجتين، الراديوس والهايت. يبقى ابعت لي الراديوس وابعت لي الهايت علشان اقدر احسب لك المعادله. والباي معروفه، الباي عباره عن دبل باي، وطبعا بكتبها باي كابيتال لانها عباره عن ايه؟ عباره عن قيمه ثابته. باي قيمه ثابته بالنسبه لي، بكتبها دبل، بكتبها اسف كابيتال. تمام، يبقى دبل باي بيكوال 3.14%. ودي المعادله جبتها منين؟ من هنا. انا ما الفتش، جبت المعادله من هنا اللي هي عباره عن ايه؟ اهي ادي المعادله، عبارة عن الباي مضروبة في الراديوس، مضروبة في الراديوس اللي هو الراديوس أس أس 2، مضروبة في الهايت، والكلام ده مضروب في 1/3. لو ضربت الكلام ده في 1/3 هي نفس المعادلة. عايز تكتبها بشكل تاني زي ما أنت عايز، عايز تضرب 3.14% اللي هي الباي في ار في ار في الاتش على 3 زي ما أنت عايز، دي صح ودي صح، ما عنديش أي مشاكل. اكتب المعادلة بالشكل اللي يريحك، ولكن اتأكد إنك أنت كاتبها صح. يبقى هو ده الكالكوليشن اللي هو طلبه. امال فين الديسبلاي؟ انا عايز اعمل الديسبلاي بطريقه محترفه. يعني ايه؟ ما اجيش اقول له هنا برنت وخلاص، لا، انا عايز اخد القيمه واعمل بيها اللي انا عايزه. يبقى هروح هريترن الناتج وبعد كده اطبعه، احط عليه قيمه تانيه، اعمل فيه اللي انا عايزه، وده كده افضل. هو انت كده خلاص خلصت الميثود؟ ايوه خلاص خلصت الميثود. طب يلا بينا بقى على البابليك ستاتيك فويد مين، الميثود اللي انا هعمل فيها الامبلمنتيشن. هو ايه المجهول اللي عندك؟ المجهول اللي عندي حاجتين، الراديوس والهايت. طب ما تطلبهم، اطلبهم، قول لليوزر لو سمحت اكتب لي الراديوس واكتب لي الهايت. حاضر، هات لي الراديوس وهات لي الهايت بتاع الكون، متشكرين جدا منك. واروح اخدهم بالريد لاين واعمل كونفرت الانتجر. لا اوعى تنسى المثال اللي فات، انا عملت كونفرت الانتجر علشان خاطر كان عندي قيم انتجر، تو نمبرز والاتنين انتجر، لكن المره دي الراديوس والهايت، هو عايز يشتغل على الراديوس وهايت بتاعت كون، في الغالب هتكون دبل، ممكن يكون فيها قيم كسريه، مش معقوله ان انا هدي لك القيم كلها انتجر، فعشان كده هكونفرت لدبل، وكده كده الفوليوم اصلا دبل عندي، يبقى انا هشتغل كل الشغل بتاعي دبل. هروح هكونفرت اللي انا هاخده من اليوزر واحطه في الار. ايه الار ده؟ متغير. وهروح اقرا القيمه الثانيه اللي هي بتاعه الهايت واحطها في الاتش بعد لما اعمل لها كونفرت لدبل. يبقى انا عندي الراديوس وعندي الهايت، والاثنين عملت لهم عمليه كونفرت، والاثنين موجودين معايا جاهزين، معايا الراديوس ومعايا الهايت. جبتهم منين؟ من اليوزر، مش انا اللي كاتبهم، انا ما اعرفش اليوزر يكتب ايه، يكتب زي ما يكتب. جميل جدا. وبعدين مش فاضل غير حاجه بسيطه جدا، استفيد بالميثود اللي انا عملتها فوق. الميثود دي كنت انا بديله الراديوس وبديله الهايت، يروح هو يحسب بالمعادله دي، يضرب الباي اللي هو 3.14% في راديوس في راديوس في هايت في 1/3 ويريترن الفوليوم. يبقى انا المفروض وانا بعمل كول وانا بعمل انفوك استدعاء للميثود دي، احط في اعتباري ان انا هبعت له الار والاتش. ادي الار وادي الاتش اللي انا خدتهم من اليوزر، اهو بروح اعمل عمليه استدعاء عادي جدا. يجي واحد يقول لي لا 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 انا مش عايز اشتغل بالطريقه دي، انا عايز اشتغل بطريقه تانية. اقول له دبل واقول له ريزلت الناتج بتاعي، واروح اكول الفوليوم وابعت معاها الاتش والار، طبعا بالترتيب الار والاتش بس، واجي هنا اروح احط الريزلت بتاعتي. والله ماشي، ما اقدرش اقول لك حاجه، الراجل اللي بيقول لي الكلام ده راجل فاهم وعارف هو بيعمل ايه، عنده حق. عايز تشتغل بالطريقه دي وتحط سطر زياده انت حر، روح كول اعمل انفوك للميثود اللي اسمها فوليوم وابعت لي معاها الار والاتش اللي انت خدتهم من اليوزر علشان خاطر اكالكليت الفوليوم وريترن قيمه اللي هي قيمه الفوليوم، اروح احطها لك في متغير دبل اسمه ريزلت واروح اطبع الريزلت. يجي واحد يقول لي لا 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 ايه الكلام ده؟ الكلام ده مش شغل بروفيشنال،
انا هوجع قلبي واروح اعرف متغير واحط القيمة في متغير والكلام ده، انا هروح انفوك على طول. ماشي، عنده حق، وفرت سطر، ده صح وده صح، تقدر تعمل الكلام ده وتخليه كومنت، مفيش مشكلة، ولكن بلاش في الامتحان لحسن يعتقد انك انت ايه عندك غلطة ولا حاجة، بلاش. تمام، هكول الفوليوم وابعت معاها الار والاتش واروح اعمل عملية برنت عادية بالرايت لاين. وطبعا احنا عارفين الايه من زمان، اول محاضرة خدناها ولا تاني محاضرة، الكيرلي ما بينها رقم اللي هو بيسموه البليس هولدر، بيحل محله القيمة اللي هتطلع لي من هنا. يبقى يقول لي فوليوم اوف كون از، ويحط بدال الكيرلي زيرو يحط اول ناتج بتاع متغير ده، المتغير ده او نتيجة الاستدعاء. لو قلت له كوما مثلا وعايز اطلع قيمة الاكس، يبقى هاجي هنا واروح اعمل كيرلي واقول له واحد، يبقى اصبح الزيرو لده والواحد للاكس. لكن طبعا انا هنا ما عنديش حاجة اسمها اكس، انا بس كنت بشرح يعني ايه بليس هولدر بس. خلاص خلصت؟ ايوه. طب لو سمحت عايز اضرب خمسة، عايز اسف احسب خمسة وسبعة. يعني ايه خمسة وسبعة؟ يعني عايز ادي لك الخمسة للريديوس، ثواني كده، عايز ادي لك خمسة للريديوس وسبعة للهايت، وتروح تطلع لي الناتج كام؟ ركزوا معايا، اطلع لك الناتج 183.26. حاضر، ادي 5 انتر 7 يطلع لي 183 بوينت كام؟ طبعا ده تقريب، هو الناتج صح ولكن ده تقريب بس مش اكتر، يعني ده تقريب. تمام، تلاقي الناتج اكزاكتلي ان شاء الله مظبوط، الفوليوم بتاع الكون اهو. يبقى احنا كده الحمد لله حلينا السؤال التاني. فاضل السؤال الثالث، والسؤال الثالث ده اسهل مما تتخيل. اول ما تقراه ايه ده، ده اري يا راجل. الاري احنا درسناها في الجافا والسي والسي شارب، درسناها في لغات برمجه كتيره جدا، مش عايزك تخاف منها. واحده واحده كده نركز، بسم الله الرحمن الرحيم، نشتغل في الايه، في الجزء الثالث من السؤال، وده جزء مهم جدا بيتكلم عن الاري. وطبعا هو طالب مني اكتر من طلب، علشان كده الناس خايفه. لا ما تخافش، ركز بس معايا. بيقول لي رايت سي شارب ابلكيشن تو فايند ذا بيجست نمبر. اه ده هو عايز الرقم الاكبر فين؟ في اري، والاري دي فيها 10 قيم. واحده واحده، لو فهمت اللي انا بقوله لك ده هتحل السؤال. واحده واحده، هفتح قائمه ستارت وهفتح برنامج البينت ونسمي الله كده ونركز مع بعض، لو سمحت التركيز، التركيز مهم جدا. حاضر، انا عندي اري، ادي الاري يا سيدي، والاري بتاعتي فيها 10 قيم، ادي القيمة الاولى التانية التالتة الرابعة العشرة. جميل جدا، ببدأ من الزيرو، من اول الزيرو اندكس لحد كام؟ لحد الايه التاسع. من زيرو لتسعة بقى عندي 10 قيم. جميل جدا، عندي هنا 5 وعندي هنا 4 وعندي هنا 11 وعندي هنا 17. انا عندي كام قيمة؟ عندي 10، والاري بتاعتي بتبدأ من زيرو لحد كام؟ لحد 9 اندكس، لكن عدد العناصر عبارة عن اللاست اندكس، عدد العناصر اللي هو اللينس يعني، لاست اندكس زائد 1، صح كده؟ لو حبيت اجيب اللينس بتاع المصفوفه، طول المصفوفه يعني اللاست اندكس زائد 1، لان اندكس المصفوفه بيبدا بزيرو، يبقى العنصر الاول الاندكس بتاعه زيرو، العنصر الثاني الاندكس بتاعه 1، العنصر الثالث الاندكس بتاعه 2، العنصر الرابع دايما بنقص 1، الاندكس بتاعه 3. جميل جدا، عايز اكبر قيمه في العناصر دي. اقول لك على حاجه حلوه، ايه رايك لو قلت لك ان الخمسة دي اكبر قيمة؟ هتقول لي ازاي بس؟ ده السبعتاشر اكبر قيمة. لا، انا مصر ان الخمسة دي اكبر قيمة عندي، خدني على قد عقلي ماشي، وصدقني حتى لو كنت بكذب عليك، الى ان يثبت العكس. يعني ايه؟ يعني افترض معايا جدلا ان الخمسة دي اكبر قيمة حتى لو كنت بضحك عليك، وبعدين انا وانت هنفضل ماشيين مع بعض، لو انا اثبتت لك ان الخمسه دي الاكبر يبقى انا الصح، لو انت اثبتت لي ان الخمسه مش الاكبر يبقى انت الصح، يبقى الى ان يثبت العكس. يبقى هاجي كده واقول له ان الماكس بتاعتي عباره عن، الماكس عباره عن ايه دي؟ وليكن عباره عن اري اسمها نمبرز.
نمبرز، سامحوني على الخط. فهقول له الماكس عبارة عن أول عنصر، اتفقنا؟ اللي هو عبارة عن النمبرز. ده اسم الاراي اوف زيرو. هل حد عنده اعتراض؟ لا، احنا متفقين خلاص. الماكس اكبر قيمة عندي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن اول قيمة بس، محدش يتناقش معايا دلوقتي، انا متأكد من كلامي. الخمسة هي اكبر قيمة في كل العناصر. حاضر، لو انت اثبتت لي عكس الكلام ده هقول لك انت صح، غير كده انا اللي صح. يبقى الماكس افتراضا، افتراض جدلي، عبارة عن النمبرز اوف زيرو اللي هي الخمسة. حلو قوي. وهفضل ماشي واعمل مقارنة واقول لك ايه، هل الخمسة اكبر من الاربعة؟ ايوة، يبقى انا صح، انا اللي صح، يبقى انا عندي حق. هل الخمسة اكبر من الحداشر؟ لا. يبقى اذا نخلي الماكس المرة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن النمبرز اوف اي اللي انا واقف عليه، ايا كان بقى قيمة الاي، الاي هنا باتنين اللي هو الاندكس يعني. وافضل ماشي 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 واعمل مقارنة. يبقى الماكس هنا ايه؟ بعد ناتج، بعد المقارنة اللي انا بعملها، ما انا بعمل مقارنة، هل الخمسة اكبر من الحداشر؟ قلت لي لا. طالما قلت لي لا، خلي لي الماكس عبارة عن النمبرز، عبارة عن النمبرز اوف اي، والاي دي بقى زي ما يكون لاني ماشي على كله، بعمل لوب تلف على كله. يبقى لو رحت لقيت ان ناتج المقارنة بفولس، يعني الخمسة ليست اكبر من الحداشر، خلاص خلي لي اللي انت واقف عليه الكرنت اندكس. الكرنت اندكس هو نمبر اوف اي، هو ده الكرنت اندكس بتاعي. الاي باتنين يبقى نمبرز اوف اتنين مالها؟ هي الماكس بتاعتي، حط لي الكلام ده في الماكس. شكرا. وافضل ماشي 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 واقول لك في النهايه طلع لي قيمه الماكس. مثلا جيت هنا لقيت ان القيمه هنا مثلا 102، فهفضل اعمل مقارنه، هل الخمسه اكبر من الاربعه؟ لا. اسف، هل الخمسه اكبر من الاربعه؟ اه. ماشي، هل الخمسه اكبر من ال11؟ لا. يبقى الماكس بكام؟ ب11. الماكس ب11 وابدا اعمل مقارنه، هل ال11 اكبر من ال17؟ لا، ال11 مش اكبر من ال17، ال17 هي الاكبر صح، يبقى هياخد ال17 في الماكس. واقعد اعمل مقارنه، اعمل مقارنه لحد لما اوصل 102، 102 هي اكبر قيمه عندي. وصلت؟ هو ده اللي احنا عايزين نقوله. ركز بس معايا، انا عندي اري، الاري عباره عن اري من 10 عناصر من 0 لحد 9. انا بفترض افتراض جدلي ان اول عنصر عندي هو اكبر قيمه، باخد اول عنصر وهو معروف اللي هو نمبرز اوف زيرو، اول عنصر بقول لك روح حطه لي في الماكس، يبقى الماكس بكام؟ الماكس ب5. وافضل امشي 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 لحد لما اوصل للاخر، وافضل اعمل مقارنه. اللي هيكسب ده، خلاصه الكلام بقى، اللي هيكسب حطه في الماكس، وفي النهايه روح اعمل لي ريتيرن للماكس. وصلت؟ روح قول لي الماكس بكام؟ اه الماكس بكذا، يبقى هو ده اكبر قيمة عندي. هفضل اعمل مقارنة، افضل اعمل مقارنة، وافضل ماشي 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 باللوب لحد اخر عنصر اللي هو اخر اندكس عندي اللي هو التسعة. اللي يكسب حطه في الماكس. مين اللي يكسب؟ نمبر اوف اي، معرفوش الاي ده بكام؟ ممكن بزيرو، ممكن بواحد، ممكن باتنين، ممكن بتلاتة، ممكن بتسعة. صح كده؟ ايا كان. لان الاي دي متغيرة، مرة بزيرو، مرة بواحد، لحد تسعة. يبقى اللي هيكسب حطه في الماكس، وفي النهايه اعمل لي ريتيرن للماكس، يبقى هو ده اكبر قيمه عندي. لو انت فهمت الكلام ده اقدر بقى افتح الايه؟ البرنامج بتاعي. ولكن نقرا السؤال تاني، بيقول لك رايت ا سي شارب ابلكيشن تو فايند ذا بيجست نمبر ان ان اري اوف 10 انتجرز. هدي لك 10 ارقام، هدي لك 10 ارقام وتطلع لي اكبر رقم فيهم. على فكره انت قريت السؤال غلط. لا، قريته صح. Write a C sharp application to find the biggest number in an array of 10 integers. كمل كمل السؤال لو سمحت. The user should enter the 10 integers from the keyboard. مهم جدا، لأن هنا هضطر أستخدم فور تانية، يبقى أنا هستخدم تو فورز، هعمل اتنين لوب، واحدة أقدر أدخل بيها البيانات، يبقى هو بيديني في الأول array فاضية خالص
علشان كده كنت في الاول بقول لك اقرا السؤال مره واتنين وتلاته وعشره، هيدي لك الري فاضيه وانت اللي تملى البيانات. يبقى روح رتب كده حالك، رقم واحد هتكريت الري فاضيه، رقم اتنين هتطلب من اليوزر يملى بيانات الاري، رقم تلاته هتروح تفايند البيجست نمبر، وفي الاخر خالص تبرنت الريزلت بناء على الفورمات اللي هو عطاهولك. رتب افكارك معايا لو سمحت في ورقه. رقم واحد هتروح تكريت الري فاضيه من 10 عناصر، حلو، وكلهم انتجر. رقم اتنين هتخلي اليوزر يروح يكتب من خلال الكيبورد، يكتب كل القيم العشرة بتوع الاري، يبقى هياخد منه، هطلع له برومبت كده واقول له لو سمحت هات لي العشر ارقام 1 2 3 لحد 10، شكرا. رقم ثلاثة هروح افايند البيجست نمبر، هطلع اكبر قيمة موجودة عندي اليوزر كتبها طبعا بنفسه، اكبر قيمة عندي من القيم العشرة اللي اليوزر كتبهم، وبعد كده اروح ابرنت بالفورمات اللي هو عايزه. ما تخترعش، ما تقولهوش ذا بيجست نمبر از، لا هتنقص، قول له ذا بيجست نمبر ان اري بيساوي وطلع له البيجست نمبر. يلا بينا نروح على الابلكيشن بتاعنا، البرنامج بتاعنا، فايل، واقول له اوبن بروجكت، واقول له عايز الكويشن الثالث في البارت الثالث، عايز السوليوشن، ونركز مع بعض. اسهل مما تتخيل. اول حاجه اللي معاه ورقه وقلم وكتب ورايا، الناس اللي مركزه، اول حاجه هروح اكاريت اري وهسميها اي اسم، انت حر، انا سميتها نمبرز، عباره عن اري مكونه من كام عنصر، من 10 عناصر، لكن هل هي فيها قيم؟ لا، فاضيه. انا كل ده عملت حاجتين، رحت عملت كرييت للاري ورحت حددت 10 اماكن فاضيه بس، يبقى انا عملت ديكلاريشن للاري بتاعتي، تمام، ولكن لسه ما عملتش الانيشياليزيشن بتاعتي، يعني ما حطيتش القيم المبدئيه، لا عملت ديكلاريشن، تمام، وكريت الاري 10 عناصر اهو، انت الاقواس بتاعت الاري، اسم الاري بي ايكوال نيو انت، وحدد ما بين الاقواس بتاعتي احدد عدد العناصر. يبقى انت لو حبيت ترتب افكارك في الامتحان هقول له كرييت ان امبتي اري، جميل جدا، بس هو ده الكلام الصح. ده رقم واحد. رقم اتنين المفترض ان انا هعمل ايه؟ ask the user for 10 numbers، هو ده الكلام. انا عايز الطالب يخش الامتحان يبقى واثق من نفسه بيعمل ايه. ask the user for 10 numbers، بسأله عن 10 قيم. طب 10 قيم هسأله 10 اسئلة؟ يبقى انت كده ما اتعلمتش برمجة. اعمل الكلام ده في لوب تلف على كل العناصر، يبقى هقول له من اول الاي بزيرو لحد الاي اقل من 10، يعني من 0 ل 9. هل الكلام ده غلط؟ لا خالص، ولكن انا راجل بشتغل بروفيشنال عشان اخد درجات، هقول له numbers dot length لاني درستها، يبقى انا عايز الاري تلف على كل اللينس بتاع مين؟ بتاع المصفوف، وبعد كده اي بلس بلس عشان خاطر اللوب ما تكونش لوب الى ما لا نهايه. وبعدين هقول له لو سمحت كونسول دوت رايت انتر نمبر كذا، لو انت عايز يعني انتر نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3. فلو قلت له نمبر وكتبت هنا اي فقط، الاي دي معناها ايه؟ نمبر 0. لا انا عايز اقول له نمبر 1، يبقى هزود عليها واحد، هزود عليها واحد، يبقى انتر نمبر 1 انتر نمبر 2 انتر نمبر 3، لان كل مره الاي بتزيد ايه؟ بتزيد واحد. جميل جدا. وبعدين ولا حاجه، خد الكلام ده من اليوزر وحطه في الاري. ده المساله صعبه والله، ولا صعبه ولا حاجه، مش احنا خدنا الجزء ده ان انا هريد اللاين واروح اكونفيرته خد كل الكلام ده وحطه في الاري نمبرز اوف اي، محدش يقول لي نمبرز اوف 0 او نمبرز اوف 1 لان دي متغيره، هيحط بناء على الاندكس، مره ب 0 مره ب 1 مره ب 2 لحد كام؟ لحد 9. يبقى انا رحت خدت الكلام اللي كتبه اليوزر، القيم الارقام الانتجرز اللي كتبها اليوزر، ورحت حطيتها فين؟ خزنتها فين؟ في الاري، في الاندكسز بتاعت الاري نمبرز اوف اي، مره بزيرو مره بواحد مره بتسعه وهكذا. جميل جدا. يبقى انا كده خلصت الجزء بتاع
الاسكينج لليوزر، بسأل اليوزر عايز العشر ارقام وخدتهم. جميل جدا. وبعدين انت كده فاضل لك حاجة مهمة، ايه هي؟ احسب بقى اكبر قيمة في العشر ارقام اللي اليوزر كتبهم. اليوزر كتب قيم كتيرة جدا جدا، صح كده؟ طب انا هاخد منهم اول قيمة، وزي ما اتفقنا مع بعض ان انا هفترض ان اول قيمة اليوزر كتبها لنمبرز اوف زيرو، مالها؟ هي البيجست، سميها ماكس، سميها بيجست، سميها زي ما انت عايز، انت حر، ده متغير، سميه زي ما انت عايز، انا سميته بيجست عشان خاطر هو هنا شغال على البيجست، يعني علشان افهمه ان انا فاهم انا بعمل ايه، بس كده. يبقى نمبرز اوف زيرو، انا افترضت ان ده اول عنصر عندي هو الكبير. يا سيدي والله يا غلط، انا مصدقك بس اثبت لي العكس والا انا اللي صح. يبقى انا كده افترضت ان الماكس هي كده، ماكس از ذا فيرست element in array. شكرا. وبعدين يلا بينا نثبت العكس. check if the first element is the biggest or not. عايز اتاكد، يمكن انت تكون اللي صح وانا اللي غلط. يبقى لازم عشان تتاكد شيء طبيعي ومنطقي باي لوجيك تلف لي على كل عناصر المصفوفه وتعمل مقارنه. هتقول لي ايه؟ هروح الف على كل عناصر المصفوفه، خلاص سهله بقى، لسه واخدينها فوق اهي بفور، واروح اتاكد يا ترى ان الرقم اللي انا واقف عليه دلوقتي اكبر من البيجست. البيجست بكام؟ اللي هو اول عنصر عندي اللي احنا قلنا قبل كده بخمسه، في المثال بتاعنا كان بخمسه تقريبا اهو. اروح اعمل مقارنه، فهقول له هل الكرنت اندكس اللي انا واقف عليه، الرقم اللي انا واقف عليه دلوقتي، هل هو اكبر من البيجست ولا البيجست اكبر منه؟ والله لو رحت لقيت ان الرقم اللي انا واقف عليه دلوقتي اكبر من الافتراض اللي انت افترضته من شويه، يبقى انا اللي صح. وصلت؟ مش انا شريف، لا انا انت، يعني لو انت بتتكلم قدام مني، لان انا افترضت انا كشريف ان البيجست في البدايه هو الرقم الاول، يبقى لازم اعمل مقارنه. لو الرقم ده فعلا طلع اكبر من البيجست، خلاص ما تزعلش نفسك، انا يا سيدي اسف، انت عندك حق، حط الرقم اللي انت بتتكلم عليه دلوقتي حطه لي في البيجست، اصبح هو البيجست، لاني بحط الرايت هاند سايد في الليفت هاند سايد، ولا العكس؟ لا، بحط الرايت هاند سايد في الليفت هاند سايد فعلا، اللي هو عمليه الاساينمنت الاسناد. يبقى روح حط لي نمبر اوف زيرو، حطها لي في البيجست، يبقى اصبح مين البيجست؟ النمبر اوف زيرو، نمبرز اوف، اسف، اي اللي هي اي رقم اللي هي الكرنت، كرنت اندكس. وصلت؟ جميل جدا. يبقى الجزء ده مهم جدا، الجزء اللي تشيك، لو رحت لقيت ان الكرنت اندكس اكبر من البيجست، خد الكرنت اندكس ده وحطه لي في البيجست، اصبح هو البيجست، وفي النهايه انا عايز البيجست بس كده، وروح اطبع لي البيجست. هتقول لي بس انا فضلت ادخل بفور وما اتحققش ولا اف، يبقى انا اللي عندي الحق، انا الصح. يعني هو لو دخل بفور دي وفضل يلف 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 وما لقاش ولا مره اف دي اتحققت، ولا مره الكرنت اندكس اكبر من البيجست، يبقى الافتراض الغير واقعي او الافتراض الاولاني اللي هو افترضه ان الخمسه هي الكبيره فضلت هي الكبيره. ما لم يثبت العكس، هو ده حته ما لم يثبت العكس، الجزء ده، الجزء ده معناه ما لم يثبت العكس. جميل. يبقى ده افتراضي وده افتراضك انت. لو كان الكرنت اندكس اكبر من البيجست، خد الكرنت اندكس اللي انت بقى قلت اللي انت شايفه ان هو الكبير وخلوه لي هو البيجست، وفي النهايه خالص روح اطبع لي البيجست، ولكن اطبعه في نفس الفورمات، ذا بيجست نمبر ان ذا اري، واروح اطلع القيمه بتاعتي. واوعى تنسى انك انت تثبت الشاشه، اروح اشغل البرنامج بتاعي وادي له قيم. ايه القيم ديت؟ ادي له اي قيم، عايز تدي له كام؟ سبعه. واخدين بالكم؟ انتر نمبر 1 مش 0، عشان انا قلت اي زائد 1. الاي اول مره بزيرو وزودت عليها 1 بقت بواحد. يبقى انتر نمبر 1. جميل جدا. 7 5 8 102 3 9 10 11 6
أربعة. فين أكبر رقم؟ 102. يبقى the biggest number in array be equal، زي ما هو قال لي بالظبط، the biggest number in array be equal، وأعطاني الأنسر أهو بالظبط، the biggest number in the array equal 102 للأنسر بتاعتي. يبقى أنا كده الحمد لله خلصت الأبلكيشن بتاعي، وخلصنا كل الأسئلة الخاصة ببارت 3. في هنا حتة في ناس للأسف ما قريتهاش، خلي بالكم منها. بيقول لك in addition there are some questions covering the concept of classes, inheritance and exceptions. المقصود بيه آخر ثلاثة يونت، اليونت العاشر الاكسبشن وشرحناه الحمد لله بالتفصيل، اليونت التاسع الانهيرتنس، اليونت الثامن كان على الكلاسز والاوبجكتس، والحمد لله شرحنا الكلام ده بالتفصيل في 4 او في 23 محاضرة. وبكده تكون انتهت محاضرتنا النهاردة. انا بعتذر، انا بعد لما اخلص التسجيل على طول هرفع الفيديو على اليوتيوب، وانا اسف يعني مضطر ان انا اخرج ان شاء الله، التحميل ان شاء الله هيكتمل، وانا اسف لو اي حد بعت لي اي سؤال مش هقدر ارد عليه الا ان شاء الله يعني في وقت متأخر النهاردة. وبكده تكون انتهت محاضرتنا النهاردة، اتمنى لكم التوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.